السلام عليكم. احنا هنشرح النهاردة طريقة تركيب كارت إظهار رقم الطالب على سنترال باناسونيك TS824 وكل خطوات البرنامج المتعلقة به من العدة المميزة ومن الكمبيوتر. ده شكل الكارت، الكرتونة بتاعته بتيجي كده. ده شكل الكارت، وكل كارت بالشكل ده بيغطي 3 خطوط خارجية. احنا عندنا ماذر بورد خارجية هنا عشان نبين مكان تركيب الكروت. ده السلوت الأولاني اللي بيغطي الخطوط 1 و2 و3، ده السلوت التاني الخطوط 4 و5 و6، ده السلوت التالت عشان 7 و8. الكارت بينزل كده، كده راكب الكارت الأولاني، وهنا ممكن يركب التاني، وهنا التالت عشان أغطي بقية الخطوط لو موجودة عندنا في السنتر. عشان أشيل الكارت من مكانه لازم أضغط على البن اللي في الجنب ده من الناحيتين، وبعدين أسحب الكارت لفوق بالراحة بيطلع معايا الكارت. ودلوقتي احنا هنشوف ازاي نركب الكارت جوه السنترال نفسه على طول. ده السلوت الأولاني اللي هو بتاع الخطوط 1 و2 و3، وده 4 و5 و6، وده 7 و8. فأنا هحط الكارت الأول في السلوت الأولاني عشان يشتغل ال3 خطوط الخارجية الأولانيين. كده راكب الكارت، عشان أطلعه لازم أضغط على الجاك اللي في الجنب من هنا ومن هنا وأسحبه. لو عايز أحطه في السلوت التاني نفس الحكاية بالشكل ده، برضو بضغط على البنات واطلعه بمنتهى البساطة. لو عايز اركبه للخط السابع والثامن هيركب هنا. ده كان تركيب العمل الكارت، وهنشوف دلوقتي خطوات البرنامج المتعلقة به من العدة المميزة ومن البي سي. شكرا، سلام عليكم.